عاوزة جالها الابن يجي، ده انا عمي ومتكسحة من كل ناحية وبيصرف علينا، هو اللي بيصرف على الضرب حالي. وانت سبته؟ ايوه انا امه وابوه سبته وانا عمي. انا دلوقتي عندي مشكلة كبيرة وعايزكم تقفوا معايا فيه، انا بنموت وخايف، شغال مع واحد اردني والراجل دي واخد جوازي وتسريحي وليه عليا مصاري عنده، وطلبت بمصارية وبحشتي مرضاش يحتهالي. ليه وليه اللي طلبت امشي؟ عشان بحط مخدرات في القهوة، ولما طلبت منه امشي ضربني وشسب عليا واهانة جامدة وبهدني ورفع عليا السلاح ووسط بالخطف هو واصحابه. ورحت السفارة، السفارة قبلتني واحترمتني وعملت لي تقرير طبي، وتاني يوم رحت للسفارة مسكوني وضربوني ومحدش سمع لي ومحدش راضي يسمع لي. فأنا دلوقتي عايزكم تسمعوني وتقفوا جنبي. ورحت المغفر هنا، المغفر يمسكني يضربني ومن حي ما سب علي وبهدني ومش لاقي حد يقف معايا. يا ريت تقفوا معايا وتسمعوني، انا مش عارف اقول ايه، انا خايف وبتهدد وكل دقيقة بتهدد لحد ما بيجوا وراه وبهددوني، مش لاقي حتة اقعد فيها ولا لاقي سكن اسكن فيه، وخايف ومرعوب، ولا معايا جواز ولا معايا تسريح ولا معايا اي حاجة امشي بيها ولا انزل بيه. يا ريت تسمعوني، ويا ريت الرئيس عبد الفتاح السيسي يسمعني ويجي ويحل لي مشكلتي. هذا الراجل انا بحترمه جدا وبقدره، يا ريت تجيب لي حق يا سيادة الرئيس. انا من الناس اللي بحترمك وبقدرك جدا، ويا ريت ما تقولوش عليا تبع داعش ولا تبع اخواني، انا عندي مشكله فعلا، والمشكله ديت محدش راضي يقف معايا فيه، وانا متبهدل والله العظيم متبهدل. يا ريت تقفوا معايا فيه عشان خاطر ربنا ساعدوني، انا متغرب عشان الاقي لقمه عيش واكل انا واهلي، وعشان اعيش وسط الناس. جيت هنا بلد غريب اتبهدلت وشفت الذل ومحدش راضي يسمع له ولا حد راضي يمد له ايده.